السلام عليكم أصدقائنا. في هذا الفيديو سنعرض عليكم مجموعة من الصور التي تمثل فصل الخريف في أرمينيا. علما أن هذه الصور كلها التقطت بكاميرا الرادار للسيارة. فابقوا معنا لتتعرفوا على طبيعة أرمينيا في فصل الخريف. المجموعة الأولى من الصور التقطت في منتجع تساخكاتور قرب التلفريكات، وهكذا يبدو تساخكاتور في فصل الخريف.